أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فقال لما يريد
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم.